تايهه ومشغوله. نبغيكم ما تشغلوش علينا مستمعينا مستمعاتنا أثير الإذاعة الوطنية وكل برامجه معكم. صحتي صحتك صحتنا صحتي راس مالي. هي الحيرة اللي كيذوقوها الأمهات وخصوصا الجديدات في العالم ديال تربية الوليدات وديال التغذية عند الوليدات أو عند الرضيع. اليوم إن شاء الله لا مجال للحيرة أنها تكون بيناتنا ولا تكون عندكم مستمعات الكريمات. غتكون معنا طيلة هذا الأسبوع الدكتورة أمينة أوملي المختصة في طب الأطفال، بروفيسور أمينة أوملي المختصة في طب الأطفال بالدار البيضاء وتغذية الرضيع المتنوعة. صباح الخير بروفيسور، مرحبا بك. السلام عليكم. أهلا جهان، مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اختيار هذا الموضوع يعني ما جاش من عبث للا أمينة؟ لا، لأن لاحظت أن هاد السنين الأخيرة الأمهات كثير ما تيدخلوا الانترنت وتيشوفوا حسب كاين اللي تمشي لبعض المواقع اللي هي كتكلم على مسائل اللي هي ايجابيه لوليداتهم، بعض المرات كياخذوا شي مسائل ماشي هي هذيك. والان خصنا نفهموا ان المواد المصنعه ما صالحاش وليداتنا. يعني التغذيه، رجعوا للتغذيه اللي هي سليمه. وهنا غادي نفتح واحد قوسين ونشرح للناس انه الجينات ديالنا، يعني الموروث الجيني ديالنا، يعني كروموزومات ديالنا اللي كنتزادوا بهم كيقدروا يتغيروا خلال الحياة ديالنا. نعم، هذه شي حاجة جديدة ما كناش عارفينها هذه 20 عام. نعم، وهذا التغيير ديال الجينات كيكونوا ناتجة على البيئة اللي احنا كنعيشوا فيها، التغذية. نعم، نمط الحياة، نمط الحياة ديالنا فيه بزاف مكونات. من المكونات الأساسية التغذية. نعم، لله. يعني أنني أنا زايدة في المغرب، احنا المغاربه كنفطروا باتاي او حلو قهوه حليب مع زيت الزيتون مع الزبديه او الخبز ديال الزرع فرماج عسل. هذه المسائل كنتغداو بالطاجين او بكسكسو، كنتعشاو بالحريره بالحسوه. هذا النمط عاشوا عليه جدودنا. نعم، يعني حنايا هاد الجدود كان عندهم واحد النمط تغذيه. بشويه بديت انا كنغير كأم، كنغير التغذيه ديالي انا كأم قبل ما نولي أم. نعم، ما بقيتش كناكل هادشي، كناكل لومبورغر، كنبدا ناكل الساندويتش، كناخذ المقلي. نعم، كناخذ البانيني. نعم، كناخذ فطور كرواسون، كناخذ حليب بالشوكولاته، كناخذ الزبده الروميه، كناخذ شي حوايج، كنبدا ناخذ بيسكوي. انا ام مراه، انا شفت الشباب الشابات امهات، وهذا الشيء تيطبق حتى الاباء الرجال. نعم، لان الراجل حتى هو كياثر على الجينات اللي غيعطي لولده، ما تنساش. تمام، انهم جوج كياثروا. هاد الجوج دونك هو ملي تيمشي للخدمه كيهز معاه واحد الباكيه ديال البيسكوي او لا ديك الكيكات اللي تكون مصنعين، وتاخذ واحد الكاس الحليب او لا تاخذ ديك اليوغورت ولا هذا باش كيفطر باش كياكل، وتيبداو ياكلوا ديك لي بيسكوي كوبفه. نعم، دونك هاد المسائل هذه تغيرات التغذيه ديالهم. دونك بالتالي وليداتهم غيغيروا السلوك الغذائي ديالهم. يعني غادي هذا الجيل ما غاديش يبغي ياكل داكشي اللي كانوا كياكلوهم والديهم. نعم، يعني اننا التغذيه ديالنا هذه درت لك هذا المدخل باش نفهموا الصعوبه ديال التغذيه اللي طبيعه تغذيتنا. طبيعه تغذيتنا بروفيسور، لان الام اللي تكون حامله خصها. نعم، تاكل تغذيه متوازنه، ليس فقط للصحه ديالها والصحه الجيني ديالها، ولكن. نعم، الموروث اللي غادي تدوز ليه. ولكن حتى قبل بروفيسور، ضروري قبل تحمل راه خاصها واحد لابازا ولا قاعده تغذويه تكون صحيه وسليمه. نعم، فعلا. نعم، فعلا جهه ليها. نعم، والاب والزوج ديالها. نعم، دابا حنا هي المولود زاد. ايه، والام ما عرفناش شنو كانت كتاكل. نعم، الاب شنو كان كياكل. نعم، المهم هو المولود زاد. دونك هذا المولود خصنا نغتنموا فيه واحد الفرص. تفضل. شنو هاد الفرص؟ انه ابتداء من تسالي الشهر الرابع كيبدا الشهر الخامس، دابا تبدلوا تبدل تاريخ التغذيه، الديفيرسيفيكاسيون تبدل الوقت ديالها، مابقاش 3 شهور، دابا في 5 شهور نقدروا نبداو التغذيه ديالنا التكميليه على الرضاعه الطبيعيه. نعم، او لا الرضاعه الغير طبيعيه. واش ما فيهاش خطر؟ ما فيهاش خطر بروفيسور بالنسبه يعني الجهاز الهضمي ديالو كيكون فراجيل، باقي عاد كينضج، يعني باش تبدا لي في 4 شهور ولا 5 شهور كتكون شويه يعني خطر على صحته بروفيسور. الوغ. نعم، الجهاز الهضمي تيكون سالا النضج ديالو في 3 شهور.
حنا كان التغذيه كنا كنقولوا من تنو 3 شهور باش كنوخروا لي ريسك ديال الاليرجي. دابا الدراسات ثبتات ان الا بغينا نقصوا من نسبة الحساسية لبعض المواد بالنسبة للحساسية لبعض المواد الغذائية خصنا نبداو التغذية مبكرة. يعني ماشي 4 شهور، بداية خمس شهور. ألوغ ملي تنبداو التغذية نبداو التغذية بالمسائل الطبيعية، يعني بطبيعة الحال هذه كلشي تيديرها الصبة الخضراء، زويتة بلدية أو زويتة أرقان حسب المناطق. هذا المسائل الخضر يعني لا 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 دابا الاول الخضر بدون ملح ولا تم تم اضافات ايه حتى كي ديك الشهور تاع الشهور ملي تيبدا يولف ملي يوصلوا 7 شهور تيقدر يبدا ينبغ الطفل من صفر حتى ل 4 شهور باردون من صفر حتى 6 شهور كيعرف غير يمص ويبلع. نعم ما بين 6 شهور ل 8 شهور كيبدا يدير فمو يبدا يمضغ عاد يبلع. نعم هذيك العمليه ديال المضغ كتجي في ديك الاوينه، من تبدا في ديك الاوينه تيخصنا ديك الساعه ندوزو من التغذيه اللي هي كلها مطحونه اللي رطبه ندوزو شويه بشويه صبه حرشه باش نبداو ندوزو او نعودو على بلي مورسو. نعم الوغ في 9 شهور هنا كننبه الاباء في 9 شهور تيخصهم يبداو ياكلوا من ديك جوستومون لي فيجيان ديك الخضيره ديال الطاجين ديك الحيمه ديال الطاجين، خصهم يبداو يذوقوا الطعم ديال الماكله اللي كياكلوا والديهم وحنت راه عندهم في الذاكره ديالهم ولكن ما عارفينهاش، خصهم يتلاقاو بها وهنا كيتلاقاو مع الاغذيه وكل كل طعام حسب الطبيعي القابليه ديال الطفل. كاين اللي تيبغي مثلا هذه ما تيبغيش هذه ولكن خصو ياكل جميع الخضر جميع الفواكه. نعم وعاد من بعد نبقاو نقولوا هذه هز عليه تحققها ما تيبغيش بزاف النقاط، كيبغي كثر التفاح او لا ما تيبغيش بطاطا بزاف، تيبغي كثر القرعه خضراء او لا. ديك الساعه كنعرفوا عنده واحد الخضره مفضله واحد الفاكهه مفضله ولكن تياكل كل شيء. نعم هنا كنتهزوا الفرص ديال 6 شهور العام باش كندخلوا له اغذيه اخرى، طريقة طهي جديدة باش كيبدا يولف شوية بشوية ما يجي ديك العام تيبدا ياكل من الطبق العائلي. نعم من كل شيء. كاين وليدات اللي كيتعطلوا في سنينات بروفيسور أمينة أم ليل، كاين وليدات اللي كيسبقوا المشي على السنينات، شنو رأيك يعني في هاد المعادلة هذه بروفيسور أمينة أم ليل واللي كيتبنوها يعني جميع الأمهات؟ يمكن طرحك العلمي غادي يكون يعني مختلف على يعني ما يشاع بروفيسور أمينة. وفي العامة عامية الناس كيقولوا إلى نوض الدراس ما يمشيش، إلى مشى غادي عادي نوض الدراس، يعني الدراس كيغلبوا على المشيان. وهي في الحقيقة علميا بس أنه كل طفل له سلوكه سلوك النمو ديالو مختلف. نعم وتيرجع توجور الجينات ديالو، كاين اللي كينوض سنينات عادي يتمشى، كاين اللي كيتمشى كي في 9 شهور صافي كيحبو مزيان كيجلس مزيان في عام صافي كيمشي مزيان، كاين اللي عام يلاه كيتهدى وحاسب حتى التفاعلات الاجتماعيه تماما، يعني انه معها الام ديالو كتجلسو كتحركو كتشجعو الطفل كيبدا خوتو حتى هما خوتو. نعم. فعلا نعم. وسنينات هذوك لا دخل لاي حد فيهم، هذاك ياخذوا المسار ديالهم اللي كتبهم الله سبحانه وتعالى غادي يخرجوا في الوقت اللي غادي هو يحتاج لهم، ما كاينش شي حاجه اللي كتسرع فاش يخرجوا او لا نتخلعوا حيت مازال ما خرجوش. عادي جدا. طيب سؤال يعني كان مطروح يعني بعلاقه وطيده بسؤال الاخت خديجه من الرباط اللي خديت او التقطت غير بعض الاشارات يعني من المعلومات اللي عطاتني في الفيسبوك، ولدها عنده عام وست شهور كتقول لها خديجه باقي ما كيتمشاش، دار سنين تقريبا ماشي كاملين ولكن تقريبا كاملين، عنده مشكل في تغذيته انها ملي ولدته هو عنده مشكل ديال المعده او لك تقول يعني ملي مشات عند الطبيب عطاه داك الحليب الخاتر او الحليب الثقيل، يعني راكي غتفهميني دكتوره امينه وليل هادشي اللي التقط من معلوماتها. ملي بدات كتوكلوا الوليد كتحس بانه ما عندوش شراهه او ما عندوش رغبه في الاكل، كتبدا ليه الصباح كما كتقول بفريميجه وطريف ديال الخبز وزويته، من بعد كدوز ليه الياغورت
لالا امينه، ومن بعد في الغداء كدير خضيره يا اما ديال الطاجين يا اما صوبه، وفي العشيات يعني كتكتفي ليه غير بالياغورت وغير بالحليب، ودائما الحليب الحليب الحليب. هنا لالا خديجه باش ممكن تنصحيها بروفيسور امينه امليل؟ اولا ديك الياغورت مع ديك العشرة ولا 11 داك الزيت تحيد، خصو خمس وجبات فالسين، خمس وجبات كيفطر ومن بعد كيتغدى نعم، ومن بعد كيدير لو غوتي نعم، يعني مع ديك الأربعة والعشاء كيتعشى، وديك القرعة الحليب اللي قبل ما ينعس إذا كان بقي عنده البيبون نعم، أو لان البيبون ديالو نعم البيبون. ألوغ هذاك الحليب الحليب ديالو خصو ياخذو في الصباح وفي الليل نعم الصباح. أما ألوغ اليوغورت ماشي يوكل يوميا نعم، يوم الفواكه يوم اليوغورت نعم. شنو السؤال عاود ثاني؟ قالت لي الشاره، الشاره هو اذا كان عنده فم معده محلوله كيكون يحمض، اذا كان كيحمض ما غادي يبغي ياكل غتقدر تطلع له الحموضه وتحبسو نعم، تحبس ليه نعم، توقفو في الماء في هو تياكل يعني تضرو، دونك ما يمكنلوش يكمل ماكلتو. الوغ دونك هنا هنا الاخصائيين ديال المعده للاطفال تقدروا يساعدوها باش يعطوا واحد العلاج بما هو يوصل واحد السن اللي هو غادي يحبس من هذا هذا القيء غير العادي، لان نعم، اذا كان الحليب كتشربوا تخاتها دونك تبدل فم معده محلوله نعم. الوغ ما كيتمشاش عام ونص، ما كيتمشاش راه اقصى حد هو هذا عام ونص العامين نعم، اذا كان كيحبو كيجري ما تخافش غادي تمشى نعم، اذا كان الحبيان ما ثقيل ما كيحس عام ونص شهور الحبيان ثقيل نعم، هنا هنا خصو اختصاص ضروري. ان شاء الله هذا الاسبوع باذن الله غنحاول نفتحوا معك ابواب على بعض الامراض او الحالات المرضيه او مشاكل الطفل. البروفيسور امينه امليل شكرا لك من مدينه الدار البيضاء، كنتي معنا مختصه في طب الاطفال، سعيده دائما بتواجدك معنا.